طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلاً بكم في حلقة جديدة من 10 داونينج ستريت. وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس قدم إشارة أولى على الاعتراف بالفشل في الحرب على اليمن عندما أقر بأن الضربات هناك لم تفلح في ثني الحوثي عن توجيه الضربات للسفن العابرة إلى إسرائيل، إضافة إلى البوارج الحربية الأمريكية والبريطانية وغيرها التي تحتشد في البحر الأحمر. ما هي أسباب الفشل؟ وما هي خيارات الولايات المتحدة في اليمن تحديداً؟ وكيف يمكن تفسير الموقف البريطاني القائل بأن الحرب على اليمن هي دفاع عن النفس؟ حمل السلاح جزء من الكرامة الشخصية لكل يمني، هكذا يقولون. لا يبلغ الطفل رشده هناك ما لم يحمل الرشاش على كتفه، وتقول الكتب أن هذا ما يجعل اليمنيين شعباً شديد المراس، ومن ثم فإنه لا يقهر. بعد سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية على العشرات بل ربما المئات من المواقع في اليمن، اكتشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن تلك الضربات لم تقلل من رغبة الحوثيين في تعطيل الشحن في البحر الأحمر. بريطانيا لا تستطيع القول إنها لا تعرف اليمن، فقد هزمت فيه مرتين، الأولى في الشمال عقب ثورة 26 من سبتمبر عام 1962، والثانية في الجنوب عقب الانتفاضة التي تكللت بالاستقلال في 30 من نوفمبر عام 1967. لذلك بعد اندلاع الحرب في غزة ترددت بريطانيا في العودة مرة أخرى إلى اليمن، إلى أنها عادت كشريك للبلطجي الدولي الكبير، هكذا هم أيضاً يقولون. الأساطيل الأمريكية التي تحتشد في البحر الأحمر تكتشف الآن ضعفها حيال شعب يقال عنه بأنه عنيد. وعلى الرغم من أنها تعلن بين الحين والآخر أنها تمكنت من صد صواريخ الحوثي، فإنها تفعل ذلك بميزان تجاري خاسر. الصاروخ الحوثي لا تكلف صناعته وتشغيله بضعة آلاف من الدولارات، بينما الصاروخ الذي يتصدى له تكلف صناعته وتشغيله ملايين الدولارات. في الماضي كانت هناك مزحة تقول إن يمنيين اثنين تداولا في أوضاع بلادهم وفقرها، فاقترح الأول أن يعلن اليمن الحرب على الولايات المتحدة، وعندما تأتي لغزو البلاد فإنها ستكون مضطرة لجلب مساعدات وتمويلات لكي تخرج اليمن من فقرها. فرد الثاني عليها: إعلان الحرب ممكن، ولكن ماذا لو هزمنا نحن الولايات المتحدة؟ ما كان مزحة في ذلك الوقت يتحول الآن في يومنا هذا إلى حقيقة منظورة، فالولايات المتحدة هي التي أعلنت الحرب على اليمن، وهي تتعرف الآن على هزيمتها وترى أنها لن تكسب حرباً في اليمن مهما فعلت، ولو أنها جربت غزو البلاد فكل صخرة فيه سوف تحارب. ولكن ما نحاول أن نفهمه الآن هو أن القرار الأول لإدارة بايدن فيما يخص اليمن تمثل بإسقاط الحوثيين من قائمة الإرهاب الأمريكية. وبررت إدارة بايدن يومها قرارها بأنه ناجم فقط عن العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي قامت به الإدارة السابقة في الدقائق الأخيرة من عهدها. ثم عادت ذات الإدارة من أجل إسرائيل لتعيد الحوثي على قائمة الإرهاب الأمريكية وتنظر في الأمر، وكأن القائمة سلاح من أسلحة أمريكا لمواجهة أعداء إسرائيل. وهنا نقول أن عناد الفقر أقوى ربما من عناد الغنى، وهو ما يتعرف عليه الإسرائيليون الآن في قطاع غزة. وعندما لا يملك الفقراء شيئاً أغلى من كرامتهم، فإن الدفاع عن النفس يصبح ضرورة ملحة، بينما قتال الأغنياء تقرره المصالح والأطماع. وفي ذات الوقت لا أحد يصدق حديث المسؤولين الأمريكيين عن حل دبلوماسي، لأن الحل بسيط وهو وقف العدوان على غزة، وإلا سوف تبقى السفن الإسرائيلية مهددة في البحر الأحمر، بل والبريطانية والأمريكية. وهنا تأتي التساؤلات: هل أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا في ورطة بعد أن عجزت سفنها الحربية عن توفير الحماية لسفن إسرائيل؟ ولماذا تعتبر واشنطن ولندن حربها في اليمن دفاعاً عن النفس وعن القانون الدولي؟
ولماذا يتحول القانون الدولي إلى مهزلة عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل؟